موسى جل مرة الأول موسى جل وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم الذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا والذي نزل من السماء ماء بقدر كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا
وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ. نقرأ القول: إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الشيخ موسى، سؤالة الأول: ومن الذين قال ومن الذين هادوا هذا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. أنت هنا كنت وقفت لم يأتوك، ثم استعذرت قلت لم يأتوك يحرفون، هم جاءوا يحرفون. Tá, tá. 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 Tá